أكد وزير المالية أحمد كوشك أن مستويات الدهون بأفريقيا تتزايد بارتفاع حدة الصدمات والمخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وأن تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة يمكن أن يكون جزءا من الحل في قضية التمويل بأفريقيا، حيث يستهدف خلق مساحة مالية تلبي الطموحات التنموية والمناخية بالدول الأفريقية والناشئة. وقال كوشك خلال لقائه مع الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا كلايفر جاتيتي، قال على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقدي والبنك الدوليين بواشنطن إن مبادلة الديون بالاستثمارات تمثل أحد أهم الحلول المبتكرة لأزمة الديون، وتسهم في تعزيز المسار التنموي بالدول الأفريقية.